الثاني بارك الله فيكم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وجنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. انتهى كلامه رحمه الله. فالسؤال بوركتم: ما معنى جهاد القلب؟ أيضا سألت عن معنى جهاد القلب. جهاد القلب هو مصدر الجهاد، كل العمل يصدر عن القلب، فلا بد أن يمتلئ القلب إيمانا ويقينا، وعنه تصدر الأعمال الصالحة. فجهاد القلب هو حمله على ما يحب الله تعالى ويرضى، بأن يكون قائما بالطاعة مجتنبا للمعصية، فيزكي قلبه ويسأل الله صلاحه ويبذل أسباب إصلاح قلبه، وإذا صلح قلبه صلح عمله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.